عودة مرة ثانية لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا نروح لزميلتنا العزيزة روزان نصر. روزان موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان تعرفنا آخر الأخبار والمستجدات. روزان صباح الفل، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد 10 الصبح في الاهلي، متواجده معاكم طبعا من النادي الاهلي فرع الجزيره لنقل طبعا اخر الاخبار يعني لفريق كره القدم واخر الانشطه كمان اللي متواجده حاليا. خليني طبعا اقول بعد فوز النادي الاهلي على حرس الحدود خلاص يعني اختتم تدريباته مساء امس على ملعب التتش بالجزيره، وطبعا ده في اطار الاستعدادات لمواجهه فريق منتخب السويس. اليوم عقد كمان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المرار الجماعي بالأمس، وخاض طبعا اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة في بداية المرار، وأدى طبعا لاعبو النادي الأهلي تدريبات خططية متنوعة قبل أن تختتم فقرات المرار بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين تحت إشراف مارسيل كولر. كمان بقى بيستعد الأهلي لمواجهة منتخب السويس اليوم الساعة 9:30 مساء ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة أمام منتخب السويس. كمان بقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عقد اجتماع مساء أمس بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة. وطبعا وعقب الجلسة أعقد المجلس تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي الموسم الجديد، واللي جت على النحو التالي: جاستي باش مدير فني لفريق كرة السلة رجال، طارق الغنام مدير الفريق الأول لكرة السلة رجال، طارق خيري مدير فني لفريق كرة السلة سيدات، الإسباني داني ماني مدير لقطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، ياسر لبيب رئيس لجهاز كرة اليد، ديفيد ديفيز مدير فني لفريق كرة اليد رجال، محمد عادل مدير فني لفريق كرة اليد سيدات، أحمد سالم مدير لقطاع الناشئين والناشئات لكرة اليد، إبراهيم فخر الدين مدير فني لفريق كرة الطائرة سيدات، حمدي الصافي مدير لقطاع الناشئين والناشئات للكرة الطائرة، وائل عزت رئيس لجهاز ألعاب الماء، أشرف عبد الفتاح رئيس لجهاز تنس الطاولة، الدكتور مراد عاصم رئيس لجهاز الكاراتيه، ياسر داوود مدير لجهاز ألعاب القوة، الدكتور محمد فؤاد مدير لجهاز الجمباز، محمد عباس مدير لجهاز السكواش، والعجمي سعيد مشرف عام على جهاز ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان خبر مهم جدا، شركة إيدام للخدمات الطبية نظمت يوم طبي لأعضاء النادي الأهلي يوم الجمعة بمقر النادي كمان بالجزيرة، وذلك لتفعيل العقد بين الجانبين لتقديم طبعا خدمات رعاية طبية فائقة للأعضاء والعاملين بالنادي. تقوم كمان الشركة بتقديم خدمات صحية خلال اليوم الطبي تشمل قياس السكر والضغط والوزن وكشف التخسيس من خلال الفريق الطبي، وكمان بتقوم يعني بتقديم برنامج متميز لكل أعضاء النادي وأسر العاملين لمدة 4 سنوات، وده طبعا تماشيا مع استراتيجية الشركة لتوفير خدمات الرعاية الصحية مرتفعة الجودة لكافة الفئات من خلال النادي الأهلي طبعا يعني كبوابة للمجتمع المصري. والحقيقة ده خبر مهم جدا أكيد، وكلنا يعني فخورين طبعا بالشركة اللي بتقدمه لنا في يعني أكيد على الجانب الطبي والصحي. طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة لكم مرة تانية. روزان أكيد أنا وكريم بنشكرك طبعا، بس قبل ما نسيبك عايزين برضو تدينا فكرة عن الأجواء عندك، أخبارها إيه؟ لأن واضح أن الجو النهاردة حلو جدا وفي توافد في الخلف، إحنا شايفين في توافد بعدد كبير يعني من أعضاء النادي، فعايزين برضو جولة سريعة داخل النادي. وفي نفس الوقت بقى أنت لو هتيجي زايد هنشوفك، يعني أن أنت كنت لسه بعتالي خلينا نسمع منك. صوتها فين يا جماعه؟ مش سامعه. يعتبر النهارده الاعضاء اتفضلي النهارده الاعضاء فعلا بشكل متزايد يعني كبير عن العاده. يمكن زي ما قلتي الاجواء هنا متميزه جدا، الكل يعني متواجد يمكن من تقريبا ساعه او ساعه ونص، الكل متواجد بيفطر اكيد، واللي بيشتغل واللي كمان يعني منتظر اولاده يبداوا تمريناتهم. الحقيقه يعني انا كمان من محبين الصيف، وانت عارفه انا هوند كده طبعا، يعني خلينا نتقابل اكيد، انا كلمتك فعلا وبصبح عليكي مره ثانيه.
اللي بيتابع برنامجنا بشكل يومي وبيتابع الرسائل بتاعتك انت بصفه خاصه يقدر يستنتج الميعاد والمكان اللي بتتقابلي فيه انت من نهاوندو بشكل يومي. صح. ما اسهل العثور عليكم انتوا الاثنين. دي حقيقه. نورتي الدنيا. نشكرك جدا. شكرا جدا زميلتنا العزيزه روزان نصر. اصل هي كانت بتبعت لي قبل الهوا. احنا عارف.